أحب بالقراءة من 2019 إلى 4 سنوات. الحمد لله مستمرة لأنه عجبتني الفكرة وأنا تمنيتها. أنا كمعلمة أطفال في الروضة بحب أقرأ قصص للأطفال بشكل مستمر، إن كان أسبوعياً أو أسبوع بعد أسبوع. إذا ما قدرت بالروضة ممكن بالحدائق العامة، بتجمعات عائلية، برحلات، بمجموعة أطفال عندنا بالحارة. فأنا تبنيت الفكرة وهي فعلاً بتنمي اللغة عند الأطفال، بتنمي عندهم المفاهيم جديدة، ممكن تطرح فكرة جديدة عندها. لاحظت إنه الأطفال بالأردن بالرغم إنهم بيعرفوا يقرأوا والأمية قليلة جداً لا يستمتعوا في القراءة، مع أنه أول كلمة بالقرآن اقرأ. وطلعت هاي مش بالظاهرة أردنية، ظاهرة في كتير دول في العالم. وكنت هذا بهمني لأنه القراءة لتجني ثمارها اللي هي أنه يصير عندي حب وتعاطف مع الآخرين، أعرف أحاور الآخرين، يكون عندي مفردات أعبر فيها عن نفسي، خيالي يتوسع، قدراتي العقلية تصير أحسن. وهكذا بدأت بذرت نحن نحب القراءة، أني أنا قرأت في الجامع في حارتي الأولاد اللي في الحارة قصص باللغة الأم من نفس الواقع مرة بالأسبوع، وبيجوا الأطفال بيستمتعوا لقصة أو قصتين، بعدين بيصفوا على الدور وبيأخذوا القصص على البيت، وأصبحوا هم جوا المنزل هن الدافع للتغيير عن طريق القراءة، أنه هن يقولوا لأمهم أبوهم اقرأوا لي.